فيها أنهم جاهلين أو جاهلون بالإله، جاهلون بالتوحيد، صحيح، جاهلون بالرسالة. نعم. ولا أنا هي هذه الفترة في التاريخ العربي تقابل عند أوروبا العصور الوسطى. العصور الوسطى. نعم. هي بالضبط نفس الفترة يعني. فهؤلاء حينما ننظر إلى دار الأرقم. الأرقم بني ابن أبي الأرقم. ترى هؤلاء الناس يتشربون القرآن، وده الفرق ما بين المزايدة بالدين أو ادعاء الدين وما بين الانتفاع بالدين. الصحابة انتفعوا بالدين. الذين هم الآن عبء على الإسلام وعلى إخوان سلفية إلى آخره، عبء على الدين. مظبوط. فده الفرق ما بين الأصيل والدخيل. الإخوان والسلفية عبء على الدين. عبء. تقصد هذا واحدة. تقصد هذا تحديدا. تحديدا. كيف؟ عبء على الدين، لأن حضرتك هو للأسف بينسب بالشهادتين أو بالأجندات التي يعليها للناس تجنيدا وتجييشا، لكن السلوكيات والتصرفات أبعد ما تكون على الدين. يعني مثلا لما يخرج على الناس مصطفى مشهور، وكان أنا نقدت لي كتابين سنة 1996 حولهم لي الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمة الله عليه، أيام ما كان طبعا شيخ الأزهر. كتاب اسمه على طريق الدعوة، والكتاب الثاني من التيار المصري الإسلامي، من التيار الإسلامي لشعب مصر. قنابل خطيرة، والكتب دي للأسف لم تنشأ لما ابتنى حظها من النقد. لأن الراجل لما يقول إن بيعة حسن البنا بيعة الله نفسه، بيعة الله نفسه، أيوة قايل كده، وأنا ده أنا بجيب لك الكتاب. قد بيعة الله نفسه. وبعدين يقول إن الجماعة بتاعته هي اللي فاهمة الإسلام بس، فأدخلوا الإسلام في حظيرته. ده مصيبة، ده عدوان. وأدى لما تأتي للفكر السلفي فتجد يعني التكفير والمناهضة للدولة والمناهضة للشعب، وفتاوى شذة وآراء شذة ما أنزل الله من سلطان ينسبوها كذبا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أو اللي أنت بتتكلم فيه، اللي هم بيتمحقوا فيه السلف الصالح رضي الله عنهم. يعني أديك مثال بسيط. المجلس السلفي حرموا التروي عن النفس. شوف أنت لما رددت عبارة وقلت والغناء، وأنا قلت لك نعم. وأنت استوثقت والغناء، قلت لك نعم. أيوة التروي عن النفس يا سيدي. من قال إن الغناء محرم على إطلاقه؟ حسنه حسن وقبيحه قبيح. والرسول عليه الصلاة والسلام، وده احنا بنتكلم في نوره في أصحابه، شوف لما دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه وهي زوجته وصحابية في نفس الوقت. يمكن بعض الناس لما بيذكر الزوجة أو الأحفاد ينسى يذكر الصحابة، وده غلط. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها قال يا عائشة ما فعلتم بالفتاة اليتيمة الأنصارية؟ فتاة زوجوها. قالت أهديناها لزوجها. قال هل بعثتم معهم؟ فإن الأنصار قوم يحبون الغناء. أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحابة السمراء ما سمنات عذاريكم، ولولا الحابة السمراء ما حلنا بواديكم. هذا ما غناه الرسول. لا، علمه للسيدة عائشة. علمه لها. هو ما ألفوش، هو حكاه. لا ما أقصدش، محرم عليه التأليف. لا ما أقصدش. نعم. يعني هذا قاله لها. هذا ما أوصاه بقى إنها تودعها بيه. العريس. العروس. قال تاني والنبي اسمع. نعم.